السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه سنخصصها للحديث عن الوضع الصحي والانساني في محافظه الضالع ومشكله سوء التغذيه. تعرض عدد كبير من الاطفال في محافظه الضالع الى حاله حاده من سوء التغذيه بسبب الفقر وعدم توفر الغذاء الصحي والادويه المناسبه لدى الكثير من الاسر. قد استقبل مستشفى النصر في مدينة الضالع عدد كبير من الأطفال تم تحويلهم من المراكز الصحية في مديرية المحافظة، وذلك بعد أن عجزت تلك المراكز عن تأمين العناية اللازمة لهم. ونشد العاملون في القطاع الصحي المنظمات الإغاثية العاملة في المحافظة للإسراع بتقديم المساعدات الغذائية والطبية لهؤلاء الأطفال، خاصة وأن صحتهم العامة تزداد سوءا يوما بعد يوم. نتوقف مشاهدينا عند هذا الحدث لنناقش في محورين: أزمة سوء التغذية في محافظة الضالع وسبل الحد منها، وما هو دور الحكومة الشرعية والتحالف السعودي الإماراتي في الحد من هذه المجاعة وسوء التغذية. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. يهربون من الموت إلى الموت، واقع يجسده حال مئات الأطفال الذين تفتك بهم أزمة سوء التغذية على أسرة الموت. هنا في مديرية الأزارق التابعة لمحافظة الضالع البعيدة عن الاهتمام الرسمي القريبة من المجاعة، يعيش أهالي المنطقة أوضاعا مأساوية صعبة تفاقمت كثيرا في ظل الحرب، وضع دفع بالعديد من الناشطين والإعلاميين إلى إطلاق هاشتاغ ينبه إلى كارثية الوضع الإنساني في المنطقة، البالغ عدد سكانها أكثر من 55 ألف نسمة، وللفت أنظار العالم والمنظمات المحلية والدولية العاملة في المجال الإنساني. وتؤكد التقارير أنه خلال أقل من عام في المديرية تم تسجيل وفاة نحو 5 أطفال وإصابة أكثر من 4000 طفل دون سن الخامسة بسوء التغذية، بينهم 1450 حالة إصابة بسوء التغذية الحاد. تضيف التقارير أيضا أن نحو 11 حالة من حالات سوء التغذية تسجل يوميا لأطفال الأزارق ما دون سن الخامسة، والتي تعاني أيضا من ويلات أخرى كحمى الضنك والكوليرا والحصبة والدفتيريا، وهو ما يهددها بكارثة إنسانية كبيرة. يتساءل كثيرون عن الدور الإغاثي وجدوى السلطات في هذه المناطق باعتبارها مناطق محررة وتحت سلطة الحكومة الشرعية، ومن السهل إدخال المنظمات الإنسانية إليها. ليست الضالع وحدها من تهددها المجاعة وسوء التغذية، بل إن قصصا وشواهد أخرى مشابهة تعانيها العديد من قرى محافظات الحديدة وحجة وصعدة وغيرها، حيث تؤكد تقارير أممية أن نحو 2 مليون طفل في البلاد تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، بينهم نحو 400 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد المميت. وأمام كل هذه الأرقام المفزعة حيال الكارثة الإنسانية التي تعيشها البلاد، يثير صمت الحكومة والتحالف الكثير من التساؤلات حول دورهما في الحد من ذلك. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من محافظة الضالع ناشط الحقوق إبراهيم ناجي. سيد إبراهيم مساء الخير. أهلا بك سيد إبراهيم. يعني كيف تقيم دور المنظمات الإنسانية في محافظة الضالع وهذه المنظمات سواء كانت محلية أو دولية في مواجهة أزمة سوء التغذية في المحافظة وتحديدا في مديرية الأزارق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مديرية الأزارق تكون أكثر مديرية من مديرية السلطات المحلية وكذلك المنظمات الإنسانية والطبية العاملة إلا ما ندر. ظهرت الفترة الأخيرة كثير من الأمراض، منها سوء التغذية، منها الكوليرا، كذلك الأزارق منطقة أيضا موضوع باعتبار أنه مديرية الأزارق يعني يقسمها من ثلث مدير الأزارق تقع على ضفاف نهر أو وادي تبان، مجرى وادي تبان، وهو أكثر الأماكن مستنقعات آثمة بالبعوض في ظل غياب المكافحة وغياب أيضا فرق الرش. الأمر الذي أدى إلى كثير من الأمراض
وظهرت مؤخرا هلس والتغذية عند الأطفال في كثير من المحاجر الصحية في تورصة. نعم. وظهرت أيضا في مناطق شام أقصى المديرية باتجاه المسيحية، وظهرت في مناطق أيضا أصاب البراق وهي أكثر مناطق وجبل عمور، باعتبار أن هذه المناطق يعتمد سكانها ومواطنيها بشكل كبير وأساسي على الرعي وكذلك رواتب محدودة من الصراف. Your available calling time. نعم، إذن يبدو أن الاتصال بسيد إبراهيم ناجي قد قطع، ولكن سنعاود الاتصال به لاحقا. سينضم إلينا الآن من محافظة الضالع دكتور جمال بلفقي. دكتور مساء الخير. مساء النور. دكتور، تشهد محافظة الضالع أزمة في مسألة سوء التغذية، وأيضا على وجه التحديد مديرية الأزارق، يعني كيف تقيم لنا هذه الأزمة في المحافظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندما نتحدث على أزمة محافظة الضالع والأزارق بشكل خاص، فهي ليس جديدة عليهم، فطبعا هي من بدأت من شهر يونيو، يعني في شهر 6 في البداية. فكان عملية توزيع العمل الإنساني الغاثي من برنامج الغذاء العالمي ومن الفاو، أن طبعا هذه المنطقة، فطبعا كانت يفترض أن توزع لهم الإغاثة، على أساس أنه كانت العمل الإنساني 3050 أسرة هي توزع لهم الإغاثة، فنزلت إلى حدود 405 أسرة لتوزيع العمل في زحاف، هي قريبة منها، من 2600 أسرة إلى صغر. وهذا فكان دفعوا رسالة رسمية ونحن رفعناها من عبر اللجنة العليا للإغاثة، وأدوا بإعادة المسح، ولكن للأسف شدت عملية الاحتياج بشكل كبير في هذه المحافظة، وبدأ سوء التغذية، وبدأت نداء الاستغاثة بالنسبة للأطفال. نحن باللجنة العليا للإغاثة عملنا كذلك بتعليمات مباشرة من فخامة الرئيس ورئيس مجلس الوزراء بعملية إرسال العمل الإغاثة عاجلة، فأرسلت إغاثة عاجلة من اللجنة العليا للإغاثة في حدود 56 طن 2000 كيس رز و200 كرتون تمر، إلى جانب عبر التنسيق عبر مركز سلمان 2500 سلة غذائية، وكذا 1500 سلة غذائية بتوجيه مباشرة من دولة رئيس الوزراء للمؤسسة الاقتصادية العسكرية ب 1500 سلة، وكذلك هذا مؤخرا أم في شهر 6 دكتور؟ لا، نحن في خلال اليومين الماضية أرسلت إليهم. نعم، يعني مديرية الأزارق تحديدا التي يعني شهدت أكبر يعني موجة من سوء التغذية في يعني هذه المناطق، يعني وصلت إليها الإغاثة، يعني وزعت بشكل عادل بين المديريات، وتم التركيز على هذه المديرية على وجه التحديد؟ ايوه طبعا نزل وفد رسمي من منظمات دوليه لدراسه الحاله، وكذلك لعمل مسح كامل لعدد الافراد والمديريات في هذه المناطق الخاصه تحت الفاكانت. النتائج الموجوده توجد حالات سوء تغذيه، وتوجد حالات بحاجه لغذاء، وتكفلت اليونيسف ان تغطي جميع. Your available calling time. طالما هي اخذت المبالغ بشكل كبير وقد استلمتها من الامم المتحده، ان تحاول قدر المستطاع ان توصل للناس بشكل كبير دون وصولهم لهذه الحاله التي وصلت اليها مديريه الأزارق. نعم، يعني هناك جهد للمنظمات المعنيه في الجانب الصحي بالمحافظه، ولكن كما يبدو يعني ان الجهد لم يثمر، يعني هناك حالات تزداد يوم بعد اخر. دكتور هل تسمعني؟ نعم، إذن سقط الاتصال بمنسق اللجنة العليا للإغاثة دكتور جمال بلفقي. إذن معاناة إنسانية كبيرة تعيشها محافظة الضالع كغيرها من
المحافظات اليمنية. يعني مؤخرا كما تبين هناك تسجيل 5 حالات وفاة بسبب سوء التغذية في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع. وإذا ما تحدثنا في العموم على مستوى الحالة في حالة سوء التغذية على مستوى البلاد بشكل عام، هناك تقييم أو تقارير لمنظمات أممية تقول أن أكثر من 2 مليون حالة مصابة بسوء التغذية في عموم البلاد. يعني 11 حالة جديدة مصابة بسوء التغذية يتم تسجيلها يوميا في مديرية الأزارق. يعني هناك على وجه الخصوص هذه المديرية التي تعاني بشكل كبير في المحافظة، كما يؤكد الدكتور جمال أن هناك تحرك في الجانب الإغاثي من حيث الغذاء، ولكن من حيث الدواء أيضا هناك تحرك. لكن كما لو قورن الأمر في عدد الحالات التي يعلن عنها يوميا في هذه المحافظة وهذه المديرية على وجه التحديد، لا زالت المشكلة قائمة وفي تفاقم مستمر. لا أعلم هل قد عاد إلينا اتصال جديد؟ إذن يبدو أنه لا يوجد متصل أو ضيف حتى اللحظة. سنذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا ريثما يتوفر أحد الضيوف للحديث حول الحالة الصحية في محافظة الضالع. سنذهب قليلا ومن ثم سنعود. إذن عدنا مجددا مشاهدينا الكرام، وسينضم إلينا محمد علي عبد الله مدير مكتب الصحة في محافظة الضالع. سيد محمد مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد محمد. يعني نتحدث اليوم عن أزمة في محافظة الضالع وسوء التغذية، هذه الأزمة التي يعني تتفاقم يوما بعد آخر في المحافظة وعلى وجه التحديد في مديرية الأزارق. لو تضعنا في صورة كاملة عن الوضع الصحي في محافظة الضالع. في البداية شكرا جزيلا للفتة الكريمة على محافظة الضالع في هذا المجال في القطاع الصحي. كما تعرفون أن المحافظة هي أحد المحافظات النائية وأحد المحافظات التي تعرضت الكثير من الأضرار في كل الجانب القطاع الصحي والقطاعات الأخرى. محافظة الضالع توجد فيها 3 مديريات من أعلى المديريات عالية الخطورة على مستوى الجمهورية، وهي الأزارق بحار الحشاء. وهذه المديريات تعد من أعلى المؤشرات والتي لا يوجد فيها أي أمن غذائي، بالإضافة إلى ارتفاع معدل حالات سوء التغذية عند الأطفال والأمهات والأمهات الحوامل والمرضعات. لكن المشكلة توجد على مستوى المحافظة بشكل عام، بينما في هذه المديريات تعتبر من أعلى الخطورة عندنا. في المراحل الأخيرة على الرغم من بعض التدخلات الموجودة لدينا من بعض المنظمات الدولية بالإضافة إلى دعم اليونيسف في مجال توفير المواد الغذائية الخاصة في معالجة حالة سوء التغذية في المجالات المتوسطة والحرجة، إلا أنه لا يوجد أمن غذائي. هناك توقف في دعم البرنامج الغذاء العالمي خلال الفترة الماضية، مما زاد المشكلة تفاقمها على مستوى مديرية الأزارق. كما تعلمون بأن مديرية الأزارق تسكنها أكثر من 60,000 نسمة، منها حوالي 13,000 أسرة، الأطفال المستهدفين دون الخامسة 11,300، منها 6,000 أم حامل ومرضعة. كل هذه الحالات تعد معرضة لخطورة سوء التغذية، سواء كان على مستوى الأطفال دون الخامسة أو على الأمهات الحوامل والمرضعات. وتنقصنا كثير من التدخلات في هذا المجال، لأنه لا يمكن أن نعالج مشكلة حالات سوء التغذية عند الأطفال إذا لم يكن هناك تدخل لتوفير الدعم الغذائي للأسر على مستوى المديرية وتغطية جميع الأسر في المديرية كونها تقع تحت خط الفقر، وهي من أعلى المعدلات بحسب المؤشرات الوطنية الموجودة على مستوى البلاد.
نعم. إذا دكتور، إذا ما تحدثنا عن دور السلطة المحلية، يعني هناك تأكيد من الدكتور جمال الفقيه منسق اللجنة العليا للإغاثة أن الحالة هذه تشهدها محافظة الضالع منذ شهر 6 وليست جديدة حتى يعني يتم التركيز عليها اليوم، يعني ألا يوجد تحرك للسلطة المحلية وأيضا لوزارة الصحة يعني تحرك مقابل هذه الحالة المتفاقمة يوما بعد يوم؟ نحن في الجانب القطاع الصحي كما تعرفون فإن دورنا نحن في الجانب القطاع الصحي كما تعرفون بأن دورنا هو تقديم الرعاية الصحية للحالات التي توصل إلى المرافق الصحية، ولكن بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية العاملة لدينا في المحافظة تعمل معنا في إطار المديريات من ضمنها مديرية الأزهر، ولكنها لا تغطي جميع قرى مديرية الأزهر في هذا الجانب. يعني لا يوجد مشكلة في الجانب الصحي دكتور، أفهم منك المشكلة في جانب التغذية والإغاثة. نعم، الجانب التغذية والإغاثة كما تعرفون مديرية الأزهر كان يوجد لديها دعم من برنامج الغذاء العالمي، توقف خلال الفترة الماضية، وبالتالي لا يوجد باستثناء دعم منظمة أدرى والذي سينتهي في شهر 10 وهو تقريبا 1000 أو 1200 سلة غذائية، على أن هذا يتم توزيعه عبر منظمات عبر السلطة المحلية والمنظمات الداعمة مباشرة، ولكنها لا تغطي احتياج المديرية لعدد الأسر الموجودة في المديرية، لأنه بحاجة إلى لا يقل عن 13,000 أسرة. إذا نريد أن نكافح المجاعة وسوء التغذية في المديرية يجب أن تزامن التدخل في الجانب القطاع الصحي لمعالجة الحالات التي تظهر في سوء التغذية، بالإضافة إلى توفير الأمن الغذائي للأسر على مستوى كافة المديرية بشكل عام وليس على مستوى مناطق محددة أو منازل محددة كما هو موجود حاليا. نعم، يعني أشرت أنت لتوقف بعض المنظمات عن تقديم الدعم لمحافظة الضالع، هل يوجد أسباب لتوقف هذه المنظمات؟ معروف أن بعض المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية تعمل لفترات زمنية وتنسحب تنتهي حقها العمل المحدد لها، ولكن بالنسبة لنا 3 مديريات هي من أعلى معدلات الخطورة فيها، يجب أن يكون هناك التركيز عليها وإعطاها النصيب الأكبر حتى لا تدخل فيما ظهر في هذه الحالات، ويمكن يوم غدا ستظهر في مديرية أخرى زي جحاف ومديرية الحشا لأنها في نفس المستوى، ويمكن تظهر بعض المديريات الأخرى بعد ذلك، لكن بحاجة إلى تغطية كاملة وليست تغطية جزئية كما هو موجود حاليا. نعم، لكن لو تضعنا دكتور في إحصائية شاملة عن الوضع يعني فيما يتعلق بأزمة سوء التغذية في المحافظة، هل هناك أرقام لعدد الضحايا حتى اليوم، لعدد الوفيات حتى اليوم؟ طبعا عندنا الحالات اللي سجلت طبعا الحالات اللي سجلت لدينا على مستوى المحافظة إلى شهر 8 قرابة 5360 حالة على مستوى المحافظة، منها من مديرية الأزهرق تجاوزت 350 حالة خلال إلى شهر 8. بالنسبة للوفيات في الفترات الماضية تكاد وصلت إلى مرحلة الصفر، ولكن خلال الفترة المنصرمة خلال الثلاث الأشهر الأخيرة ارتفعت حالة نسبة الوفيات، وخصوصا في مديرية الأزهرق توجد لدينا تقريبا 6 حالات وفيات خلال الفترة الماضية، كون هناك أوضاع أخرى كانت بظروف بارد آخر سببت في سرعة تلهو حالات سوء التغذية، منها انتشار مرض الكوليرا في معظم المديريات في كل مديريات المحافظة، نعم، بالإضافة إلى أمراض الحميات والأمراض الأخرى. نعم دكتور، إذا ما أتينا للقطاع الصحي، يعني أنت قلت أن الوضع يعني لا بأس به في محافظة الضالع فيما يتعلق بالجانب الصحي، ولكن هل هناك من احتياجات يعني لهذا القطاع يجب أن يوفر خلال الفترات القادمة حتى يتحسن الوضع أكثر، أو تشهد المحافظة حالة من الاستقرار لفترة زمنية طويلة في الجانب الصحي؟ لا طبعا المحافظة هي تفتقر لكثير من الاحتياجات في القطاع الصحي، وعلى سبيل المثال أول شيء توفر بكثير من الأدوية والمستلزمات الخاصة لتقديم الخدمات العلاجية والوقاية على مستوى عموم مديريات المحافظة،
تنقصها الكثير من التجهيزات الخاصة في المرافق الصحية، ولدينا العديد من المرافق الصحية حتى يومنا هذا لم يتم تجهيزها والاستفادة منها. لدينا كثير من لا يوجد لدينا المستشفى المركزي الذي له قرابة من عام 2000 حتى يومنا هذا لم يستكمل ولم يستفاد منه ولم يجهز لتقديم خدمات الاحتياجات المحافظة. نعم. كثير من التجهيزات النوعية التخصصية في مجالات مختلفة خاصة بالعظام والإنتي والتخصصية لا توجد حاليا على مستوى المحافظة، ويتم نقل الحالات إلى خارج المحافظة أو إلى القطاع الخاص. أيضا لا يوجد كثير من الدعم الآخر في تفعيل المرافق الصحية، سواء في جانب توفير النفقات التشغيلية وتوفير المياه وغيرها على مستوى جميع المرافق الصحية في المحافظة. نعم، إذن أشكرك جزيلا دكتور محمد علي عبد الله مدير مكتب الصحة في محافظة الضالع على هذا الإيضاح. ويعود إلينا مجددا الناشط الحقوقي إبراهيم ناجي. سيد إبراهيم مرحبا بك مجددا، يعني قبل أن نفقد الاتصال بك منذ قليل يعني كنت قد سألتك يعني هل هناك مبادرات للحد من تفاقم أزمة سوء التغذية خصوصا مع القصور في عمل المنظمات الإغاثية كما يعني أوضحت وأوضح بعض الضيوف؟ لا زال عمل المنظمات الإنسانية محدود للغاية، يعني بعض المؤسسات الطبية التي تعمل في الأزارق منها مؤسسة طبية ميدانية تعمل منذ حوالي أشهر أو سنوات، لكنها توقفت مؤخرا بسبب التدخلات، يعني عليا لا نعلم من أين هذه التدخلات. يعني سمعنا مؤخرا أنه تم التوافق على إعادتها بداية أكتوبر، وهذه المنظمة يعني المؤسسة مهتمة بسوء التغذية وبالأطفال وخاصة سواء الأطفال يعني التغذية الحادة سواء التغذية الحادة. نعم. لكن أغلب المنظمات الأخرى التي تعمل في الأزارق مثلا تجد تكلفة العمال والنقليات ونشريات الموظفين في هذه المنظمات أكثر مما هو في الميدان حاليا، ولذلك لابد من إعادة النظر. الأزارق لا تحتاج إلى يعني إغاثة عاجلة، أن تكون الإغاثة العاجلة إنقاذ بعض الشيء، لكن تحتاج إلى تنمية مستدامة، لأن الأزارق بالإضافة إلى كون معظم سكانها يعيشون تحت خط الفقر الشديد، هي أيضا بطبيعة جغرافية صعبة معقدة، تعدادها السكاني كبير جدا. نعم. وإضافة إلى سوء أو تدني نسبة التعليم فيها وانعدامه بشكل كلي، واتجاه الناس إلى المعسكرات من أجل سد رمق العيش. نعم. فهي بحاجة إلى تنمية مستدامة، تدخل الدولة وتدخل أممي كبير في هذه المناطق. نعم، طيب إذا ما أتينا للجانب الأمني في المحافظة، يعني الكثير من أو بعض المنظمات وليس الكثير تتحجج بالجانب الأمني في محافظة الضالع وأيضا في بعض المحافظات كسبب في عدم قدرة الوصول والمضايقات التي تتعرض لها هذه المنظمات، وبالتالي يعني تعمل أو تقوم بإيقاف إمدادات هذه المناطق بالغذاء. هل هذا السبب وارد في محافظة الضالع وربما يكون أيضا السبب الأبرز في القصور بعمل بعض المنظمات؟ صحيح، الجانب الأمني متدني للغاية، يعني تدهور أمني وخاصة منذ بعد الحرب وبعد أن اطمأن الناس في تحرير الضالع وقرر ميليشيا الحرس وصالح من المحافظة إلى أن تدهور رافق عملية يعني ما بعد التحرير، ويوما بعد يوم يتدهور بشكل اكثر. المنظمات الانسانيه والمنظمات الطبيه ايضا تعاني من هذا الجانب، يعني خاصه في مجتمعات مثل الازارق مثل الجهاد مجتمعات قبليه، بعضهم يعني قد تكون فرديه من اشخاص معينين، تقطعات تهديدات في ظل غياب الامن، المنظمات لا تستطيع النزول والمجازفه بطاقمها من اجل العمل، وهذه اشكاليه كبيره تواجه مديريه الازارق بالذات وبقيه مديريات المحافظة. نعم، بالنسبة للتحالف السعودي الإماراتي يعني هو طرف يعني بل الطرف الأساس في هذه الأزمة التي تشهدها البلاد، يعني في مسألة الدعم المقدم من مركز الملك سلمان التابع للتحالف، كيف تقيم يعني إمدادات هذا المركز لمحافظة الضالع ولمديرية الأزارق على وجه التحديد؟
اليوم في الأزاء اليوم مثلا مسجد الملك سلمان سير قافلة غذائية تم تدشينها في محافظة الضالع من قبل محافظة المحافظة ومن قبل المجلس الإغاثي بالمديرية، هي عبارة عن 2500 سلة غذائية، لكن أعتقد أن مركز الملك سلمان بحد ذاته أغفل بنية الأزارق. إذا ما ندر مثلا تجد أن بعض المنظمات اشتغلت يعني ليس بالقدر الكافي لمدير الأزارق. مثلا كانت المديرية قبل الحرب تستلم 7100 سلة غذائية من برنامج الغذاء العالمي عبر التكافل. بعد الحرب وبصعود يعني السلطة الجديدة بعد الحرب سلطة أمر واقع خفضت الكمية إلى 4000 سلة غذائية على اعتبار أنه يجب إشراك بقية المديريات. هذا التخفيض أيضا استمر فترة وبعدها تم قطع السلات الغذائية الواصلة إلى بشكل كل بمثل عام محتجين أنه في منظمات أخرى تشتغل في المديرية. هذه منظمات منها مركز الملك سلمان منها يعني أفهم من كان الإمداد ليس بشكل دائم ومستمر، وإنما حينما تتعالى الأصوات بأن هناك أزمة وسوء تغذية ويعلن عن حالات وفيات يتم التحرك، أما أن يتم إمداد المحافظة بشكل دائم هنا يوجد قصور في هذا الجانب. نعم يعني قصور، ويعني كان يعني منتظرين الانشطاقات في الفيسبوك أو تويتر من أجل أن يتفاعلوا مع هؤلاء المواطنين ومع هؤلاء الأطفال في ظل غياب مثلا تشريعات الحكومية التطبيب العام المجاني، في ظل الفقر، في ظل التدهور المالي، في ظل التدهور الأمني بسبب الحرب، تجد أيضا الإهمال والإغفال بشكل كلي، وخاصة من هذه المنظمات والتي كنا نؤمن فيها خير، وخاصة المنظمات الإقليمية التابعة للتحالف العربي المتدخل في اليمن. نعم، إذن أشكرك جزيلا إبراهيم ناجي ناشط حقوقي، كنت معنا من محافظة الضالع. وفي ختام هذه الحلقة أيضا أشكر ضيوفي، أشكر الدكتور جمال بالفقيه منسق اللجنة العليا للإغاثة، والشكر أيضا للدكتور محمد علي عبد الله مدير مكتب الصحة بمحافظة الضالع. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة زميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقي في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله.